بحضراتكم من جديد، لسه مكملين معاكم باقي الحلقه المهمه اللي ان شاء الله هنتكلم فيها في نقاط كثيره جدا خاصه بقرارات مجلس الاداره او قرار مجلس الاداره اليوم بثبات على موقف النادي الاهلي باللعب بالجدول المعلن في 8 يناير 2019. قلت لحضراتكم ان بقى في اعتراضات من نادي الزمالك ونادي بيراميدز في شهر فبراير بعد ما تم الاعلان عن الجدول بشهر، بسبب ان النادي الاهلي بدا ان هو يشد حيله وبدا ان هو يرجع تاني للمنافسه. طيب هل النادي الاهلي لما يلعب مباراه يوم الاحد امام الجونه النادي الاهلي من حقه يقول انا مش هلعب؟ ليه؟ الجونه لم يلعب ضد الاسماعيلي في الدور الاول، وبالتالي الاهلي هيكون لعب ضد الجونه لقائين في بطوله الدوري العام. مباراه الاهلي والزمالك اللي هتكون اخر شهر مارس، الاهلي ممكن يقول انا مش هلعب غير لما الزمالك يلعب مع الاسماعيلي لقائه الدور الاول اللي لسه اصلا ما تلعبش. طيب هل المنافسه فقط مقتصره على الاهلي والزمالك وبيراميدز ولا بقيه الانديه اللي موجودين؟ هقول لحضراتكم طبعا على كل الفرق اللي موجوده في الدوري، والدليل على كلامي ان الفرق اللي خسرت الاهلي والزمالك وبيراميدز فرق من الدوري العام. يعني الجونه قدر ان هو في لقاءين ياخد 4 نقاط من نادي بيراميدز، الزمالك بيتعادل مع طلائع الجيش، الزمالك بيخسر من النجوم، الاهلي بيخسر من الاتحاد، الاهلي بيخسر من المقاولين العرب، وبالتالي مش فقط الاهلي والزمالك وبيراميدز، لا ده في فرق كتيره جدا ليها الحق في الدوري او في جدول المسابقه، وبالتالي علشان كده ده اللي احنا بنتكلم فيه وبنوضح للجمهور النقط اللي موجوده من خلال قرار مجلس الاداره ومن خلال الجدول المعلن من بدايه عام 2019. طيب توضيحا برضو للموقف ده، هو الاهلي اتكلم ليه او قال ان هو مش هيلعب مباراه كاس مصر؟ يوم 9/2 من الشهر الجاري النادي الاهلي بعت لاتحاد الكوره قال لهم يا جماعه، ده بعد ما اتحاد الكوره عمل جلسه او اجتماع وكان وجه دعوه رسميه مش وديه لكل رؤساء الانديه او ممثلي الانديه اللي حضروا هذا الاجتماع، وبعد كده تحول طبعا لاجتماع ودي، ده بسبب يعني حاجات مهمه جدا وهو السبب واضح بالنسبه لكل الناس. اتحاد الكره اعلن من خلال المتحدث الرسمي باسم هذا الاتحاد قال ان خلاص الانديه هتلعب طبقا لجدول جديد موضوع، وان هيكون ده بناء على التوصيات او القرارات اللي صدرت من قبل الاجتماع اللي حصل ما بين مسؤولي اتحاد الكره وايضا ممثلي ورؤساء الانديه، علما ركزوا معايا في الحته دي قوي، علما ان الاجتماع ده يعتبر باطل، يعني اجتماع ما ينفعش اصلا ان يتخذ من خلاله اي قرارات اطلاقا. ليه بقى؟ لان رئيس نادي الزمالك حضر هذا الاجتماع، واحنا عارفين وكل الناس عارفه ان رئيس نادي الزمالك موقوف قانونيا من ممارسة أي نشاط يخص ناديه على المستويات الرسمية، سواء موقوف من قبل اللجنة الأولمبية المصرية لمدة 2 عامين ومن قبل كمان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمدة 1 عام. فبالتالي طالما حضر رئيس نادي الزمالك خلاص يبقى الاجتماع ده باطل، أي قرار هيصدر أو أي توصية مش قرار بس هتصدر من خلال هذا الاجتماع يعتبر باطل خلاص واجتماع ملوش لازمه. وبعديها جم قالوا لك ايه؟ قال لك لا الاجتماع ده كان اجتماع ودي. طب ازاي يبقى اجتماع ودي وانتوا بعتوا خطابات رسميه للانديه ورؤساء الانديه او الممثلين اللي هيحضروا عن الانديه دي ان في اجتماع رسمي عشان نناقش فيه التعديلات والامور هتمشي ازاي وكلام من ده؟ فالكلام غير منطقي، دي نقطه مهمه جدا. لما اتحاد الكوره معايا عمر؟ تمام. لما اتحاد الكره قال لك ان هنأجل مباراه البيراميدز والاهلي يوم 28 في الدوري اللي هو 28 من الشهر الجاري، وكان في اقتراح من احد المسؤولين في فريق بيراميدز او في نادي بيراميدز ان المباراه تتحول من دوري لمباراه كاس، لان كده كده احنا عارفين الاهلي وبيراميدز من المفترض ان هم يلعبوا مباراه الكاس في دور ال 16 وكان ميعاد غير محدد، فأحد المسؤولين في نادي بيراميدز هو اللي اقترح هذا الاقتراح، مع ان المفروض ان اتحاد الكره انت اللي بتصدر قراراتك، انت اللي بتاخد قراراتك والناس توافق عليها، مش تاخد قرارات من مسؤولين من انديه اخرى، لكن ما علينا ده اللي حصل يعني. فبالتالي لما صدر هذا القرار ان الاهلي يلاعب بيراميدز في كاس مصر، فبالتالي ده قرار غير منطقي، لان اولا انت بتتكلم في مبدا تكافؤ الفرص وده اللي استند ليه نادي بيراميدز وحقهم، ما عندناش مشكله خالص، انت دلوقتي عايز الاهلي يلاعب الزمالك
قبل طبعا مباراتك مع بيراميدز، خصوصا ان الاهلي لعب مع بيراميدز خلاص الدور الاول، فبيراميدز عايزه تلعب، عايز الاهلي يلعب الزمالك قبل ما يلعبوهم في الدور الثاني، وده كلام منطقي ما فيهوش اي مشكله. لكن النادي الاهلي طلب من اتحاد الكره في خطاب بعته يوم 9/2 ان يكون في اسانيد لتأجيل ومبررات، طبعا من خلال مخاطبات رسمية، لأن النادي الأهلي ما يتعاملش غير من خلال المخاطبات الرسمية بأسباب تأجيل هذه المباراة الدوري. وحتى دلوقتي حتى الآن ما فيش أي خطاب أرسل من اتحاد الكرة للنادي الأهلي بخصوص الأسباب اللي أدت لتأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري. لكن اللي عايز أكد عليه عمر ونأكد على كل المشاهدين واللي بيسمعونا في هذه اللحظات، إن النادي الأهلي لم ولن ينسحب من بطولة الكأس. النادي الاهلي عمره ما بينسحب عامه، لكن بالتحديد هذا الموقف، والناس كتير بتتكلم والناس كتير بتقول كده ان الاهلي ينسحب، واتحاد الكره اصدر كلام كده غير منطقي ايضا، لان بصراحه كل تصرفات هذا الموسم من قبل الاتحاد المصري لكره القدم هي تصرفات غير منطقيه بالمره، واي عاقل هيفكر في هذه التصرفات هيعرف كل الاهداف اللي ممكن من وراء هذه التصرفات. لكن اللي لازم ناكد عليه من خلال حلقه النهارده ان النادي الاهلي لم ولن ينسحب، وملتزم تماما، ملتزم تماما بالجدول الموضوع لطبعا مباريات بطوله الدوري، والجدول اللي تم وضعه بالتحديد يوم 8/1، وكل الانديه وزي ما قال عمر كده كل الانديه ما اعترضتش. اول اعتراض جه بالظبط بعد 21 يوم من طبعا اصدار هذه التعديلات الخاصه ببطوله الدوري، بعد ما النادي الاهلي ابتدى يبرم صفقاته، بعد ما النادي الاهلي ابتدى يستفيق في بطوله الدوري، اعتقد ممكن ده يكون يعني اصدر بعض القلق لبعض الانديه، لكن دي نقطه ايضا كانت مهمه اكيد يا عمر. طبعا. طيب دلوقتي يا جماعه نهائي كاس الامم الافريقيه اللي هتقام في مصر هتكون يوم 19/7، وبالتالي بدايه دوري ابطال افريقيا هيكون يوم 9/8، وبالتالي الاتحاد الافريقي لازم يكون عنده اسامي الفرق اللي هتشارك صح في البطولات الافريقيه للموسم الجديد، علشان يبدا يحط الخريطه للادوار التمهيديه وللادوار ال 32. طيب انا هنا في موسم استثنائي، وبالتالي بطوله الدوري وبطوله الكاس اكيد بطولتين مهمين جدا، بطوله الكاس هي البطوله الاقدم، لكن بطوله الدوري في اي بطوله في محليه في العالم هي البطوله الاهم. من خلال بطوله الدوري بيبدا يتحدد حاجات كتيره جدا زي المقاعد الافريقيه. طيب انت عامل شكل ليه بطوله الدوري وجدول كل الانديه ماشيه عليه، ليه دخلت مباريات الكاس وسط مباريات الدوري؟ أنا عندي بطولة هتقام في مصر، وبالتالي موسم استثنائي، وبالتالي أنا بسابق الزمن علشان أعرف أخلص على قد ما أقدر بطولة الدوري قبل بطولة الأمم الأفريقية، وأرجع أكملها بعد البطولة، فبحاول إن أنا سابق الزمن علشان خاطر أخلص بطولة الدوري. إيه الهدف من وضع مباريات الكاس وسط لقاءات ومباريات الدوري؟ ممكن طبيعي جدا نلاقي إن بطولة الكاس مفيش وقت او مش عارفين يعني نضع عليها جدول بشكل منظم وبشكل يكون فيه تنسيق مع بطوله الدوري فتتلغي. لكن انا دلوقتي عايز احط ماتشات الكاس مع ماتشات الدوري، وبعدين انا هتعطل لا هطول دوري ولا هطول كاس. طيب دلوقتي يا امير اتحاد كره القدم قال ان مباريات الكاس بدون جمهور. حلو. طيب ليه بدون جمهور؟ طيب هو في البدايه ليه البدايه في اتحاد الكوره قبل بطوله الكاس ما تبتدي اصلا قال ايه؟ لا احنا بنتكلم على الخطاب اللي جاي من وزاره الداخليه. حلو قوي، انا بس عايز اوضح نقطه للناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي، ان البدايه اصلا بدايه بطوله كاس مصر، الهدف من هذه البطوله من في الشق الخاص بالجماهير هو حضور الجماهير لهذه البطوله، عشان تبقى بدايه عوده الجماهير بشكل طبيعي في الملاعب المصريه، وخصوصا ان احنا كمان مقبلين على بطوله الامم الافريقيه. بالتالي دور ال 32 يتلعب وبحضور الجماهير. ليه بعد ما المواجهات اتحددت في دور ال 16 تم الغاء حضور الجماهير؟ ده السؤال بقى اللي بيطرح بص نفسه. عايزين نوضح للساده المشاهدين ان وزاره الداخليه ارسلت خطاب لاتحاد كره القدم، ورقم الخطاب هو 34/36 بالظبط، والوارد فيه وبيقول ان السماح لعوده الجمهور لمباريات كره القدم، ما قالش دوري صح وما قالش كاس. أكيد. طيب الاهلي بدا دور ال 32 والانديه الاخرى بدات الادوار التمهيديه والادوار ال 32 بوجود جمهور بالظبط. طب هل الاهلي عشان هيلعب بيراميدز
فمش مش هنخلي الجمهور يحضر؟ عشان الاهلي ليج طبعا قاعده جماهيريه كبيره، لكن بيراميدز ما عندوش اي قاعده جماهيريه. طيب ده المنطلق او المنطق اللي مشي من خلاله يعني. دلوقتي معنى ان اتحاد الكوره يقول ان مباريات الكاس بدون جمهور طيب، والداخليه بتقول ان هي قادره على التنظيم. طب هل اتحاد الكوره بيقول ان الداخليه واحنا داخلين والامن المصري واحنا داخلين على بطوله مهمه الاقوى في القاره الافريقيه بالظبط، ان الامن المصري مش عارف ينظم مباريات كاس فيها 5000 متفرج؟ لا، الامن المصري قادر طبعا، والامن المصري والداخليه المصريه قادرين ان هم ينظموا اي حاجه، والدليل ان هم هينظموا بطوله الامم الافريقيه اللي هيكون فيها كل مباراه لمصر على الاقل من 80000 متفرج لحد 100000 متفرج بالظبط. تمام. طيب انت دلوقتي المفروض ان احنا عندنا بروفات لكاس الامم الافريقيه، فالمفروض ان مباراه الاهلي وبيراميدز او اي مباراه في كاس مصر يكون بجمهور. طيب انت ليه بدات الكاس بجمهور وليه عايز يعني في نصه تشيل الجمهور؟ طب الإجابة. هل الاهلي وبيراميدز لو ما كانش لعبوا بعض كان ايه الوضع؟ كان هيبقى فيه جمهور؟ انا اقول لك بقى الاجابه. ايه الاجابه؟ الاجابه ان المباراه او دور 16 عشان في مواجهه ما بين الاهلي وبيراميدز، فالافضل ان ما يبقاش فيه جمهور، لان احنا ده اللي واضح من خلال مباريات الاهلي وبيراميدز بشكل عام او مباريات بيراميدز بشكل خاص، هم مش عايزين يبقى فيه جماهير في هذه المباراه بالتحديد. دي الاجابه باختصار يعني. لو المباراه او لو دور 16 فيه مواجهه اخرى للاهلي مثلا مع فريق اخر وبيراميدز مع فريق اخر، كان قرار الجمهور ده هيستكمل صدقني يعني. امير، الفكره كلها تاني ان الاهلي ما عندوش اي مشكله. الاهلي لو عنده مشكله هيقول انا مش هلعب يوم الاحد عشان الجونه بالظبط، ما لعبش مباراه الاسماعيلي من الدور الاول. الاهلي لو عنده مشكله هيجي قبل ماتش الزمالك اللي هيكون في اخر مارس هيقول انا مش هلعب غير لما الزمالك يلعب مع الاسماعيلي الدور الاول. نادي الاهلي دايما يا امير ما عندوش مشاكل، بالعكس الاهلي بيساعد الكره المصريه واتحاد كره القدم ان البطوله تنظم بشكل صحيح، وفي نفس الوقت يكون في مبدا تكافؤ الفرص ما بين الانديه كلها. صح. الاهلي دايما ثابت على موقفه، الاهلي دايما بيبص للمصلحه العامه قبل مصلحته الشخصيه، وبالتالي ثبات النادي الاهلي في موقفه على ان هلعب الجدول المعلن من بداية شهر يناير 2019 اللي حضراتكم اقترحتوه واللي حضراتكم قلتوا عليه، وبالتالي أنا هلعب بالشكل اللي انتوا قلتوا عليه. لكن بطولة الكاس في الوقت الحالي هو أمر ما كانش معلن عنه قبل كده، وبالتالي ما كانش محطوط أصلا في التعديلات خالص طبعاً، إن في مباراة كاس أصلا طبعا طبعا لكل الأندية مش الأهلي بس ولا بيراميدز بس يعني. يعني هو أصلا الجدول كان محطوط ما فيهوش اصلا اي بطولات كاس في النص يعني، او اي مباريات في بطوله كاس مصر. الجدول كان محطوط من في تقريبا من شهر يناير لغايه 30 مارس وهو موعد مباراه الاهلي والزمالك، وما كانش في اي اعتراضات زي ما قلنا من الانديه، وما كانش يتخلل هذا الجدول اي مباراه في بطوله الكاس. فغريبه جدا ان لما يكون في توصيه من احد المسؤولين في نادي معين يؤخذ بها من قبل اتحاد الكره، رغم ان اتحاد الكره هو اللي المفروض بيطلع القرارات والانديه هي اللي تنفذها، لكن الامر بصراحه غريب السنه دي بالتحديد، قرارات مش من اتحاد الكره او مش من تفكير اتحاد الكره. اتفضل يا عمر. امير، تعالى نروح لمسجد عمر مكرم ونتابع عزاء المغفور له باذن الله دكتور خالد توحيد رئيس قناه النادي الاهلي مع الزميل العزيز كريم احمد. اتفضل كريم. شكرا لك زميلي عمر، شكرا لك زميلي امير هشام، كل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي. بالفعل طبعا متواجدين في عزاء الدكتور خالد توحيد رئيس قناه النادي الاهلي، فقدنا وفقد الوسط الرياضي والوسط الصحفي ايضا الدكتور خالد توحيد احد القامات الصحفيه الرياضيه الكبيره. النهارده كمان يمكن كان في اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي في لفته كالعاده لمجلس الاداره والوقوف دقيقه حداد في بدايه الاجتماع على روح الفقيد والمغفور له باذن الله الدكتور خالد توحيد. العزاء زميلي عمر، زميلي امير، بالفعل بنشوف كل الشخصيات الرياضيه، الصحفيين، النقاد الرياضيين، الشخصيات العامه، مجلس اداره النادي الاهلي، الكل في حب الدكتور خالد توحيد رحمه الله عليه. اكيد طبعا هذا الحب الكبير يدل على خلال الفتره الماضيه وخلال تواجد الدكتور خالد توحيد سواء في الهرم الرياضي او في رئاسه قناه النادي الاهلي في الفتره الاولى والفتره التنيه، على حب الناس الكبير جدا زميلي عمر وزميلي امير، ده اللي احنا شايفينه الحقيقه خلال العزاء. شخصيات عامه وشخصيات يمكن قياديه كمان في الشرطه والداخليه يكونوا متواجدين ايضا. زي ما بنقول يمكن فقدنا بشكل كبير جدا واحد من القامات الصحفيه والرياضيه، ربنا يرحمه ان شاء الله ويسكنه فسيح جناته. التوافد يمكن العزاء بدا كالعاده بعد صلاه المغرب مباشره، العدد كبير جدا ولسه كمان في ازدياد. ربنا يرحمك يا دكتور خالد ويصبر اهلك، يمكن ابنه كمان متواجد علي،
زمايله كلهم بشكل عام، كل العاملين في قناه النادي الاهلي والقنوات طبعا القنوات المختلفه بشكل عام، متواجدين للعزاء الخاص بالدكتور خالد توحيد ان شاء الله ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته. عوده ليك زميلي امير، عوده ليك زميلي عمر. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا. وطبعا يعني هو الخبر الأحزن هذا الأسبوع بالنسبة لكل الوسط الرياضي في مصر بوفاة الدكتور خالد توحيد، هذه الشخصية المؤثرة في كل شخص تعامل معه سواء في الجوانب الشخصية أو الجوانب المهنية. يا رب ربنا يا رب يرحمه ويغفر ويسكنه فسيح جنته. طيب نكمل يا عمر بقى الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه فيما يخص تابعيات أو حيثيات قرار النادي الأهلي النهاردة بعدم خوضه مباراة كاس مصر. انا عايز بس ايه ااكد على النقطه دي، الاهلي ما انسحبش يا جماعه، الاهلي قرر ان هو مش هيلعب كاس مصر او مش هيلعب مباراه يوم 28 اللي قررها اتحاد الكره، رغم النادي الاهلي خاطبه وقال له يا جماعه، قال لهم يا جماعه احنا مش هنلعب المباراه دي وعايزين يعني اسانيد للقرار اللي انتوا هتاخدوه بتاجيل مباراه بيراميدز. والاهلي كمان في بيانه المح تمام ان هو ما عندوش مشكله ان المباراه ما بين الاهلي وبيراميدز تتاجل لما بعد مباراه الاهلي والزمالك. ده نادي بيراميدز شايف ان من مصلحته او شايف ان ده من حقه ان المباراه تتلعب طبقا لمبدا تكافؤ الفرص، ان الاهلي لعب الزمالك الاول. لكن اللي لازم ناكد عليه ان الاهلي لسه متواجد في كاس مصر وملتزم بجدول المباريات اللي تم وضعه من قبل اتحاد الكره، او التعديلات الاخيره مش الاخيره دي اللي هي كانت في شهر يناير، يعني التعديلات اللي حصلت من قبل اتحاد الكره النادي الاهلي ملتزم بيها وحريص كل الحرص على تنفيذها. وفي الحقيقه انا اول مره اشوف نادي يكون حريص اكتر من اتحاد الكره ان هو ينفذ الجدول اللي اصدره اتحاد الكره. الموضوع بصراحه غريب يعني، ولا انت شايف ايه؟ بص يا امير، زي ما احنا اتفقنا كان في جدول معلن شهر محدش اتكلم. بعد ما النادي الاهلي عاد من جديد، مستفز بصراحه، بعد ما النادي الاهلي عاد من جديد الى المنافسه والى التعاقد مع صفقات قويه، بدا ان يكون في كلام على ان مش هلعب غير لما الاهلي يلعب مع نادي كذا ونادي كذا. طيب نادي الاهلي تاني، نادي الاهلي طبعا زي ما حضراتكم شايفين بيتالق في بطوله الدوري او منافس حقيقي. وزي ما قلت لحضراتكم، ليه اتحاد كره القدم بيحصر المنافسه فقط والاهتمام فقط على الاهلي والزمالك وبيراميدز؟ الاهلي والزمالك وبيراميدز طبعا انديه تنافس على لقب الدوري، لكن فين الانديه الثانيه؟ الانديه الثانيه يا جماعه هم اللي بيحددوا شكل البطوله. صح، قلت لحضراتكم ارجعوا للنتائج، شوفوا مين الانديه اللي فقدت نقاط من الاهلي والزمالك وبيراميدز. هتلاقي الاتحاد، هتلاقي النجوم، هتلاقي المقاولين العرب، هتلاقي طلاع الجيش. هنلاقي ان الانديه، ان الاتحاد كره القدم مش بيبص لها من ناحيه الجدول او من ناحيه ترتيب المباريات او من ناحيه تنظيم الماتشات سواء بالدوري او بالكاس. هم دول اللي ايضا بيحددوا شكل مسابقه الدوري العام. وبالتالي زي ما قلت لحضراتكم تاني هعيد وهزيد، الاهلي ما عندوش اعتراض على اي شيء غير على الشكل المعلن عنه في شهر يناير. اخيرا الجونه، الاهلي هيلعب معاهم الاحد والجونه لسه ما لعبش مباراه الاسماعيلي في الدور الاول، ودي نقطه مهمه جدا ممكن يكون كتير من الساده المشاهدين مش عارفين المعلومه دي. تخيلوا حضراتكم ان ايضا الاهلي والزمالك هيلعبوا يوم 30 مارس او في اخر شهر مارس قبل ما الزمالك يلعب مع الاسماعيلي مباراه الدور الاول. اشمعنى الاهلي ما طلعش وقال انا مش هلعب ضد الجونه غير لما يلعب مباراته مع الاسماعيلي؟ اشمعنى الاهلي ما قالش مش هلعب ضد الزمالك غير لما الزمالك يلعب ضد الاسماعيلي؟ الموضوع كله يا جماعه هو ثبات على القرار وثبات على المبادئ وثبات على مبدا تكافؤ الفرص. لازم الفرص تكون متكافئه ما بين الانديه، وده شيء مهم جدا يا امير، والاهلي حريص عليه زي ما انت قلت. الاهلي حريص على انه ينفذ الجدول اللي تم الاعلان عنه، وحريص على كل مباراه حتى نهايه شهر مارس، علشان هو ده الاتفاق ما بين المؤسسات الكبيره. الاهلي مؤسسه كبيره جدا، واتحاد كره القدم مؤسسه كبيره جدا، واحنا عندنا بطوله في شهر 6 ان شاء الله امم افريقيا، وبالتالي احنا عارفين انه موسم استثنائي. فممكن لو الوقت زنق او الوقت ما عرفناش ننظم بطولتين، المانع ان احنا نلغي بطوله الكاس الموسم الحالي مع ان الدوري طبعا هي الاهم، وعلشان افريقيا اتحاد افريقيا الاتحاد الافريقي محتاج يعرف مين الفرق اللي هتشارك في الدور التمهيدي ودور ال 32 لدوري ابطال افريقيا الموسم القادم ان شاء الله. هو السؤال هنا او علامات الاستفهام هنا عمر، ليه الاستجابه لطلبات فريق عن الاخر؟ يعني ليه اتحاد الكوره استجاب لطلبات بيراميدز تمام وما استجابش لطلبات النادي الاهلي؟ او النادي الاهلي لما قال يا جماعه انا مش هلعب مباراه الكاس يوم 28، ما تستبدلوش مباراه الدوري بمباراه الكاس، ليه يعني تم ضرب هذا القرار؟ يعني ما حدش فكر فيه في اتحاد الكوره او كانه ما طلعش اصلا من النادي الاهلي.
وليه تم الموافقه على قرار بيراميدز او الاقتراح اللي اصدره نادي بيراميدز من خلال احد المسؤولين في هذا النادي ان المباراه تكون مباراه كاس. هنا بقى علامات استفهام، وهنا بصراحه حاجه غريبه جدا واكيد هنتكلم فيها مع ضيوفنا. لكن خليني اقول لكم ان بكره هيخرج قرار من النادي الاهلي وخطاب هيوجه لاتحاد الكوره. الخطاب ده موجه من او مكون من بندين مهمين جدا. رقم واحد ان النادي الاهلي محتفظ تماما بكافه حقوقه القانونيه. رقم اثنين ان النادي الاهلي ملتزم التزام تام بالجدول الموضوع لمباريات الدوري العام واللي اصدره اتحاد الكره المصري. اذا من خلال القصه دي كلها يا جماعه نقدر نستشف ايه؟ نستشف ان النادي الاهلي هو الاكثر حرصا على مصلحة الكرة المصرية من خلال استكمال بطولة الدوري بالشكل الطبيعي، واللي أقره اتحاد الكرة سابقا واللي غيره اتحاد الكرة مؤخرا بسبب اقتراحات بعض الأندية ليها نفوذ أو ليها نفوذ كبيرة بتؤثر على اتحاد الكرة. وهنا بقى علامات الاستفهام للأسف اللي احنا ممكن نكون مستغربينها بعد قرارات اتحاد الكره المصري. عندك تعليق اخير قبل ما نستقبل ضيوفنا؟ لا، هنروح نستقبل ضيوفنا النقاد الرياضيين اللي هيكونوا مشرفينا ومنورنا بعد الفاصل، الاستاذ شريف عبد القادر والاستاذ محمد صادق، وان شاء الله نكون يعني هنكمل معاهم باقي الكلام على لقاءات الكاس والدوري وموقف النادي الاهلي. نروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيوفنا المحترمين.